شارك أكثر من 600 أوكراني ارتدوا ملابس القديس نيكولاوس أو تنكروا بملابس شخصيات من قصص الخيال في سباق خيري في كييف، حيث يحتفل بعيد هذا القديس المسيحي في 19 من كانون الأول ديسمبر وفقا للتقويم اليولياني القديم. سيذهب 50% من الأموال لتنفيذ مشاريع خيرية. نريد أن نساعد ميتمن يقع في سفياتو غيرسك في منطقة دونيتسك. ويسمى السباق سباق القديس نيكولاوس، وهو يقام سنويا ويجذب عددا متزايدا من المشاركين. وكان هذه السنة مكرسا لجمع أموال لميتم يقع قرب خط الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث تتواجه القوات الأوكرانية مع متمردين موالين للروس منذ نيسان أبريل عام 2014.